اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. الحقيقه رغم ان هو ما يحتاجش الى تقديم، لكن اجد على نفسي لزاما يعني ان اقدمه، لانه واحد من المؤثرين على الحاله العامه في مصر منذ عقود وسنوات طويله جدا. وفي كل مره اجلس امامه اجد نفسي مضطرا لكثير من الاحترام، كثير من التقدير، وايضا كثير من التعلم. هو أستاذي أنا شخصيا وأستاذ أجيال كثيرة في هذا المجال. هو واحد من أشهر المحاورين في الشاشات المصرية والعربية، ولو سمح لي يعني أن أمنحه لقب عميد الإعلاميين العرب، الكاتب والمحاور الأستاذ مفيد فوزي، اللي مشرفني ومنورني. أهلا بيك وأشكرك. أخير يا أستاذ، أشكرك. أهلا بيك. حضرتك. أهلا بيك. كل سنة وحضرتك طيب. وأنا طيب حبيبي. منورانا أيضا النبتة الصغيرة اللي ورثت من الأستاذ مفيد أشياء كثيرة جدا، منها الموهبة ومنها الإبداع بالكتابة بالقلم، كلها رقة وعذوبة، وليس غريبا أن يكون اسمها حنان مفيد فوزي. ازيك يا أستاذ؟ ازيك يا تامر، عامل ايه؟ كل سنة وانت طيبة. وانت طيب يا بابا، سنة سعيدة عليك وعيد ميلاد مجيد، ويا رب مصر كلها تبقى في أفراح دايما إن شاء الله. أمين يا رب. أمين. ازيك يا أستاذ؟ لازم أقول لك ثلاث أسطر قبل ما نبدأ. يا رب. ثلاثة. اتفضل. بس ثلاثة محترمين يعني. أنت عمرك ما بتقول غير كلام محترم. السطر الأول، اللي حصل في الكاتدرائية والمسجد أمس في وجود الرئيس والرئيس الفلسطيني وفضيلة شيخ الأزهر والبابا، إبهار. فول ستوب. ده السطر الأول. السطر الثاني، مصر وتنظيم المباراة المأمولة بالفوز في أفريقيا، إبهار رياضي رقم 2. صحيح. 3، القبض على 43 من كبار مزوري الشهادات والمحررات بعلم الأمن الوطني، ضربة محترمة، وإبهار ثالث. صحيح. أنا خلصت الثلاث أسطر وفيهم الكفاية.